التدويل. لا لا مو بدي، احنا دا نحشي ويا الدول المعنية احنا بإرادتنا مو الدول الأخرى. ما يخالف سيادة الرئيس، بس من تبحث قضية الأكراد على صعيد 3-4 دول مو شأن وطني، كل بلد هو شأن الداخلي يبحث ويأخذ عليه موقف. من يبحث بين 3-4 دول معناه بداية بحث على مستوى خارج الحدود الوطني، يعني بتدويل. التدويل مو إلا كل الأمم، جزء منها على صعيد المنطقة صارت تبحث قضية الأكراد. شوفوا إذا على صعيد المنطقة. بس يا الرئيس هذا يعني إحنا يعني يجوز شيء بالمستقبل اللي إحنا ما يلائمنا، يعني أنه نرفع القضية من قضية وطنية إلى قضية دولية. على مستوى تفكيري غير، لو الأمة العربية بوضع جيد إحنا نطرح القضية التركية ونعم نبحث وشكوا بيها، وحتى إذا يريدون الأكراد يصيرون دولة كاملة خلاص، يعني كل حالة بحالته. هم الأكراد مو شعب، الإنسان إذا ما يريد الحالة اللي هو بيها، يعني ماكو ترى بالدنيا قانون يقول له إلا صير بيها. إحنا هاي حالة تريدوها أخويا، هاي حالة اللي ما يريدها شو أي حالة يريد، يعني يشوف. جوز العراقيين فرد يوم، يعني احنا مو بدينا هذا، بدنا نحكي يعني مصير العراق مو قرر هيجي كيف ما اتفق، بس اذا العراقيين فرد يوم اقتنعوا بحاله معينه نروح لها لو ما نروح لها. اي بس سيدي الان بهيجي الان بهالظروف احنا راسا ندعو لبحث القضيه على صعيد مجموعه من الدول، معناه انه باكر اذا بحثت بالامم المتحده وراد واحد يبحثها بالامم المتحده صعب نقول له لا هذه قضيه وطنيه قضيه داخليه. يقول انتم البارحه اردتوا بحثها على صعيد 4 دول، خلينا نبحثها على صعيد مجلس الامن. لا ليش الدول المعنيه اللي فيها اقليه كرديه بيناتهم هم يبحثون هذا الموضوع. الشيء الاخر سياده الرئيس، انا اعتقد ان تركيا ستشعر ستنزعج من هذا الإعلان. خل تنزعجنا على أبو تركيا بقد أبو إيران. إيه بس يا رئيس هم الآن بهالظرف موقفهم جيد من عدنا. آمين. إيه بالله. يعني هم ملاحين والدين. يعني ملاحين والدين مثل إيران ناقصا أشياء محددة معروف. هم الأيام الأولى كانوا أقنع بالموقف. يعني الأتراك وزاد يريد يشتري يبيع ويشتري براسنا. يحكي في السوق الأوروبية. القضية الكردية بس هم أخذوا الموقف لا بأس به، يعني زين أفادنا مواقفهم بغض النظر لمصلحتنا أو لمصلحتهم، لكن موقفهم